المفروض بإذن الله النهارده هنتكلم عن أجزاء مهمة جدا في الـ SEO تكملة للمرة اللي فاتت. المفروض المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البيزكس وأساسيات الـ SEO والتفاصيل بتاعة صفحة السيرب والتفاصيل بتاعة جوجل بيشتغل إزاي وتفاصيل كده مختلفة عن الجزء بتاع الأون بيج والبيزكس كلها بتاعة الـ SEO. المرة اللي فاتت الناس قالت محتاجين نخش ادفانسد شوية ونعرف تفاصيل أكتر عن الـ SEO وطريقة الشغل الداخلية عاملة إزاي. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إن الـ SEO عندنا في حاجات أساسية، إن إحنا بنتكلم في أون بيج وجزء أوف بيج وجزء تكنيكال، الثلاث ركائز الأساسيين بتوع الـ SEO. طيب المفروض يعني اللي يقع منه حاجة عشان برضو الناس تبقى فاهمة، احنا المفروض بنشرح الديتيلز بتاعت التوبيك بتاع النهاردة، وفي الآخر في النص التاني بنبتدي ندسكاس بقى كل اللي احنا قلناه واللي عنده سؤال خاص بالتوبيك، وبعد كده في آخر جزء خالص بنشوف لو حد عنده أي سؤال خارج التوبيك أو بشكل عام في الموضوع. بس بناخد التوبيك الأول وبعد كده بناخد نتناقش في الجزء بتاع التوبيك وبعد كده بناخد جزء خارجي شوية. المفروض اللي فات الحلقات اللي فاتت تشوفها، أو الحلقات اللي فاتت سواء بتاعت اي سي او أو أي توبيك اتكلمنا فيه تشوفها موجودة على اليوتيوب، يتابع معانا. ولو حتى عنده أي مشكلة، لو حد عنده أي مشكلة في اي كلام انا قلته او اي حاجه مش فاهمها او اي حاجه يكتبها في نوت وفي الاخر نتناقش فيه. تمام. طيب بدايه كده احنا المفروض النهارده الدنيا هتمشي ازاي. المفروض في عملت لكم دي تشيك ليست، المفروض لو انت هتشتغل على الاي سي او لازم تخلي بالك منها، تمشي على البروسيس دي. اهم الحاجات اللي المفروض تعملها، التفاصيل اللي انت المفروض تشتغل عليها مع شويه تولز كده من التولز اللي احنا التوز الجميله اللي احنا خدناها المره اللي فاتت واتكلمنا عنها، وقلنا المفروض ان احنا لما نيجي نشتغل على الاي سي او لازم نبتدي زي ما قلنا المره اللي فاتت، نبتدي اهم حاجه نشتغل عليها جزء الاناليسز. لازم اناليسز الويب سايت اللي احنا خدناه او اللي احنا هنشتغل عليه علشان نشوف اساسيات الويب سايت ده ايه بالظبط. تمام. التفاصيل بتاعته بيحكي في ايه، بيتكلم في ايه، كل حاجة ليها علاقة بالويب سايت بنبتدي ان احنا نشتغل عليها ونشوف الويب سايت ده تفاصيله عاملة ازاي، او المفروض الويب سايت ده نقدر نزود فيه ايه وايه الكويس فيه وايه اللي مش كويس فيه. تمام. طيب خلينا كده، اول حاجة لازم تعملها لما اي تاخد اي ويب سايت زي كده بالظبط، لما تاخد اي ويب سايت او لما تيجي تشتغل اي سي او الويب سايت، لازم تشوف الكيس بتاعت الويب سايت. الويب سايت ده رايح فين، جاي منين، بيعمل ايه، التفاصيل الايرورز اللي فيه والحاجات الكويسه اللي فيه والحاجات اللي مش كويسه فيه محتاجه تتعدل والحاجات اللي محتاجه تتضاف وما الى ذلك. طيب فور اكزامبل، مثلا لما جينا نتكلم المره اللي فاتت عن تول من التولز، قلنا ان التول بتاعت اللي احنا بنتكلم فيها دي بتاعت الروم وورك، المفروض ان هي بتبين لك كل التفاصيل بتاعت الويب سايت، كل التفاصيل بتاعت الويب سايت، الحاجات اللي هي كويسه في الويب سايت، الحاجات اللي محتاجه يحصل لها امبروف. تمام. والحاجات اللي هي فيها ايرورز ومحتاجه تتظبط ومحتاجه تشتغل عليها. طيب بعد ما بيطلع لك الحاجات دي، المفروض ان انت بتشتغل على الاجزاء بتاعت الايرور علشان تصلحها، الحاجات اللي محتاجه امبروف تعملها امبروف، والحاجات اللي هي كويسه وشغاله معاك بتبتدي ان انت خلاص عارف ان الحاجات دي كويسه وتقدر ان انت تشتغل عليها عادي. طيب الاكستنشن دي هتلاقوها موجوده زي ما احنا عارفين، اي اكستنشن موجوده في الاكستنشن بتاعت بتاعت جوجل، وهوريكم دلوقتي كمان الاكستنشن دي بتجيبوها منين علشان لو حبيتوا تضيفوها. طيب المفروض ان هو بيقول لك كل التفاصيل بتاعت الويب سايت، بياخد الجزء الاولاني بتاع الاون بيج يقول لك دلوقتي والله البيج دي التايتل تاج فيها كويسه جدا، ملتزمه بعدد الكاركترز اللي فيها وعدد البكسلز اللي موجوده في التايتل. عدد البكسل يعني ايه بكسل؟ اللي هو السايز، المساحه بتاعه
الطول بتاع الكلام، الطول بتاع الكلام ده. طيب والكاركترز اللي هو عدد الايه الحروف الموجوده جوه التايتل نفسها. وبيقول لك كمان يعني الجميل في الاكستنشن دي هو بيقول لك كمان التفاصيل بتاعه الكومنت بتاعه. استاذ محمود الصوت الصوت بي بي مش مظبوط. لا تمام الصوت. طيب هو تقريبا يا نوره في عندك مشكله في النت تقريبا، لان هو تقريبا يعني تاني مره تقولي على الصوت، بس هو في ناس كلها بتقول تمام، فنحاول نتشيك ده مع بعض يعني. شوفي كده جربي تيست اي حاجه عندك، لو الصوت مش تمام وقولي لي يعني. تمام. طيب بيجيب البوينتس كلها، قلنا التايتل مظبوط تمام، عنده مشكله في الميتا ديسكريبشن، يبقى الويب سايت عنده مشكله في الميتا ديسكريبشن. في الميتا ديسكريبشن هو كاتب ميسنج، بس مش كاتب تفاصيل. فهنا الويب سايت بقى او الاكستنشن دي بتبين لك والله انت عندك مشكله في الميتا ديسكريبشن، طب المشكله دي عباره عن ايه بالظبط تمام، وحلها كمان ايه، يعني انت تقدر تحل ده ازاي، ايه التفاصيل اللي انت بتحلها. والله بيقول لك ان انت في الديسكريبشن محتاج يكون عندك كاركترز من 70 ل 160 تمام، ومحتاج يكونوا في حدود البيكسلز دي، يبقى دي المشكله اللي عندك ومحتاج تحلها بدل الكلمه اللي انت كاتبها في الديسكريبشن دي بس تمام. بيبتدي بقى يقول لك كل التفاصيل بتاعت الويب سايت. فانت زي الشاطر كده اول ما يجي لك ويب سايت والمفروض تشتغل عليه اس اي او، تفتح كده الاكستنشن بتاعتك تبتدي تشوف ايه التفاصيل اللي في الويب سايت وايه الاناليسيس بتاعته بتقول ايه والتفاصيل بتاعته بتقول ايه. طبعا في اكستنشنز ثانيه وفي ويب سايتس ثانيه وما الى ذلك، بس خلينا ايه ناخد الحاجات اللي اكتر حاجه تفيدك واقل حاجه تلخبطك تمام، عشان ما تتلخبطش في حاجات كتير، ومع الوقت هتلاقي نفسك انت بتستكشف تولز مختلفه وهتلاقي نفسك بتستكشف اكستنشنز مختلفه. طبعا هنا عندك التفاصيل بقى بتاعت كل حاجه في الويب سايت، كل حاجه في الويب سايت، اليو ار ال مظبوط، الريبوت تكست، السايت ماب اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، والتفاصيل كلها بتاعت الويب سايت. ما عندوش لينكات بروكن خالص، يعني اللينكات كلها مظبوطه، البيجز كلها مظبوطه، الويب سايت فريندلي موبايل، هو شغال على الموبايل بشكل كويس جدا. عنده مشكله في اجزاء في اللينكس في التوب تارجت. في حاجات برضو عشان تبقى انت عارفها، في حاجات انت تقدر تحلها وفي حاجات لازما الويب ديفلوبر هو اللي ايه يحلها معاك تمام. في حاجات انت تقدر تحلها وفي حاجات انت المفروض بتتعاون مع الويب ديفلوبر علشان يقدر ان هو يقدر ان هو يساعدك، يقدر ان هو يساعدك تمام. في حاجات برمجيه وفي حاجات المفروض ان هي انت تقدر تعملها عادي وتقدر تشتغل عليها عادي تمام. الفونت والسايز مظبوط، كل حاجه في الويب سايت هنا اوكي تمام مظبوط، ما فيش اي حاجه. في حاجات بسيطه محتاجه تتظبط، التويتر كورد بس محتاجه تتظبط. طبعا في حاجات ممكن تضغط عنها وحاجات انت ممكن لا لازم وضروري تعملها، زي مثلا هنا معيار السكيورتي عندك محتاج سيرتيفيكيت تكون جديده في الويب سايت بتاعك وما الى ذلك، محتاج تفاصيل اكتر تمام. من اكتر الحاجات المقلقه في الويب سايت، اكتر الحاجات المقلقه وانت بتعمل الاناليسز، طبعا السوشيال ميديا هنا محتاجه تضاف، مش حاطط لينكات سوشيال ميديا. من اكتر الحاجات المقلقه في الويب سايت وانت شغال السكيورتي بتاعت الويب سايت، السكيورتي بتاعت الويب سايت، لازم الويب سايت يكون سكيور علشان تقدر ان انت تشتغل عليه بشكل كويس. الويب سايت لازم يكون سكيور علشان تقدر تشتغل عليه بشكل كويس، ويقدر كمان الكلاينت اللي يخش عليه ما يقلقش. يعني انا لو كلاينت او انا حد عادي بعمل سيرش على جوجل وطلع الويب سايت ودخلت عليه، هقلق ان الويب سايت وجوجل كمان مش هيرشحني بشكل كبير في شغل الاس اي او والادز، هيكون فيها عندي مشكله. طبعا زي ايه بالظبط؟ زي هنا مثلا عندنا
بص هنا يقول لك الويب سايت مش عارفين الريسورس بتاعته ايه، فانت هنا مش نوت سكيور، مش نوت سكيور، هنا الويب سايت ده مش سكيور، فانت محتاج يضيف شهاده اس اس ال ويظبط الجزء بتاع السكيورتي بتاع الويب سايت. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي انت وانت بتاناليسز الويب سايت لازم تخلي بالك منها، وانت بتاناليسز الويب سايت لازم تخلي ايه بالك منها. تمام، ده كان جزء او ده الجزء بتاع الويب سايت. وانت طبعا بعد ما بتاناليسز الويب سايت بتبتدي تشوف بقى الحاجات كل بوينت منهم، طبعا هنا بتشوف السكور، بتشوف كل حاجه منهم تقدر تحلها ازاي. الميتا ديسكريبشن هتخش على الداشبورد وتقدر تظبطها وتظبط الديسكريبشن بتاعك. عندك مشكله في الدوبليكيت مثلا بتاعت اليو ار ال، بتبتدي تظبط اليو ار ال بتاعك بشكل مظبوط. عندك الاندكس مظبوط ان انت مقرشف، طبعا الاندكس دي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، والاندكس مظبوط خلاص، بتبتدي تسيبها خلاص مظبوطه، كل حاجه في دي مظبوطه خلاص خلاص، وما الى ذلك. فانت بتطلع كل البوينت، وطبعا هو بيسجست ليك الحلول وبتبتدي تشتغل على الحلول بشكل كامل. طيب تعالى بقى كده نتكلم عن البروسيس بتاعت الويب سايت بتاع النهارده، او البروسيس بتاعت شغلنا النهارده ماشيه ازاي، والتفاصيل بتاعت النهارده ماشيه ازاي. ليلى كنت عايزه في سؤال، يعني لو كده دوني وفي الاخر هنتناقش فيها وهقول لك الدنيا فيها ايه، او المشكله في سؤالك نجاوب عليه. طيب خلينا هنا نتكلم عن البروسيس اللي انت بتشتغل عليها. البروسيس اللي انت بتشتغل عليها، اول حاجه لازم نشتغل عليها واهم حاجه في شغلك على الويب سايت، تمام، جزء الكيورد، ان انت تعمل كيورد ليست. تمام، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، علشان لما تيجي تشتغل على الويب سايت تكون فاهم وانت شغال على الويب سايت تقدر تستهدف مين، تقدر تشتغل على كلمات مؤثره ازاي، ايه الكيوردز اللي انت هتحطها في الادز، والكيوردز اللي انت هتحطها في شغلك في الاي سي او. المعايير بتاعت جوجل او الشغل على جوجل كله بيعتمد على موضوع الكيوردز، كله بيعتمد على الكيوردز. يعني عندك كلمات صح هتشتغل صح، ما عندكش كلمات صح مش هتشتغل صح. تمام، لو انت عندك كلمات صح هتشتغل صح، ما عندكش كلمات صح يبقى مش هتعرف تشتغل. طب تعالوا كده بقى نبتدي نشتغل كده بشكل عملي ونشوف انت دلوقتي محتاج تعمل كرييت كيوردز علشان تقدر تنافس بيها بشكل كويس في الويب سايت بتاعك، وتقدر تشتغل عليها بشكل مناسب وتشتغل عليها بشكل كبير جدا. طيب كل حاجه من دول هتبتدي تشتغل عليها، هقول لك هتشتغل عليها ازاي. اول حاجه علشان تكريت الكيوردز لازم تشتغل على نيتش، او تحدد النيتش اللي انت هتشتغل عليه. يعني ايه تشتغل على نيتش؟ يعني تشتغل على اندستري معينه، تشتغل على موضوع معين انت هتشتغل عليه، تشتغل على موضوع معين انت هتشتغل عليه. طيب تعالوا كده مثلا نتكلم في جزء مثلا لو احنا، او مثلا بلاش نقول مثلا عشان الدنيا تبقى اوسع شويه معانا، تعالوا مثلا لو احنا هنشتغل على الجزء بتاع ملابس الاطفال، لو احنا دلوقتي معانا شغل بتاع ملابس اطفال، يعني دلوقتي هنشتغل عندنا ويب سايت مثلا شغال على على ملابس الاطفال. تمام، طيب شغل او الجزء بتاع ملابس الاطفال ده المفروض هتشتغل عليه ازاي، او هتظبط دنيتك فيه ازاي. اول حاجه لازم تعرف ايه الكيوردز اللي الناس بتسيرش عليه، ايه الكيوردز اللي الناس بتسيرش عليه، يعني الناس بتسيرش على كيوردز ايه وعلى كلمات ايه علشان انت تقدر تشتغل عليه، عشان تقدر تشتغل عليه. طب ده انت هتعرفه ازاي؟ عندك المفروض في تولز زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت او السيشن اللي فاتت، تولز معينه تساعدك في ده. اول حاجه عندك اوبر سجست بيقول لك والله انت عندك ملابس اطفال بنات، دي من اكتر الكلمات اللي عليها سيرش، بعدها ملابس اطفال ولاد، بعد كده ملابس اطفال حديثي الولاده، ملابس اطفال حديثي الولاده بس بطريقه كتابه مختلفه، كتالوج ملابس اطفال من الصين وما الى ذلك.
تمام. دي الكلمات اللي الناس بتسيرش عليها، الكلمات اللي الناس بتسيرش عليها. يعني اي حد عايز يشتري ملابس اطفال من على النت بيبتدي يشتغل على الجزء بتاع الكلمات دي، يبتدي يشتغل على الكلمات دي. فانا لازم اكون عارف الكلمات دي، تمام. انا لازم اكون عارف الكلمات دي. انا هغير الراوتر علشان موضوع الصوت يكون يكون يعني اكيد يعني الناس تبقى شور الموضوع. تمام. طيب انا كده غيرت، لو الصوت قطع تاني قولولي. تمام. طيب لازم انت ايه، خلاص يبقى انت ايه هتشتغل على الناس دي. طب وبعدين خلاص انا عرفت ان الناس بتدور على الحاجات دي. طب تعالوا كده نرجع خطوه شويه. انا كنت بقول لكم، اقول لكم تجيبوا الاكستنشن منين او تضيفوا الاكستنشنز دي ازاي. هتيجي هنا وهتدوس على الجزء بتاع ال مور تولز، بعد كده اكستنشنز، تمام. هتدوس على اكستنشنز هنا وهتروح بعد كده على جوجل كروم، هيفتح لك جزء الاكستنشن. هتبتدي تكتب الاكستنشن اللي انت عايزها او الاكستنشن اللي احنا بنتكلم فيها. يعني مثلا احنا هنا قلنا مثلا اوبر سجست، تمام. طيب تعالى هنا مثلا هنشوف ادي اوفر سجست. ادي اوفر دي مثلا لو انا عايز اضيف اوبر سجست اقول اوبر سجست وخلاص هتجيلي الاكستنشن، هدخل عليها طبعا عشان اضيفها، هتدوس اد خلاص الاكستنشن هتضاف عندك. ده جزء الاكستنشن عشان الناس اللي تبعت تسال اضيف الاكستنشن ازاي. ده جزء كده ايه اكستنشن، تمام. خلاص اوكي هقول لكم تاني ازاي نجيب التول. بص هنيجي على جوجل كروم عادي جدا، تمام. هنيجي من الثلاث نقط اللي فوق دول، وبعد كده مور تولز، وبعد كده اكستنشن، بعد كده هيطلع لنا الصفحه دي. هندوس على الثلاث شروط اللي هنا، بعد كده اوبن اكستنشن، بعد كده نيجي هنا نكتب الاكستنشن اللي احنا عايزين نضيفها، زي مثلا زي ما قلنا اوبر سجست مثلا كده. وبعد كده ايه خلاص ايه هتلاقي ايه اوفر سجست. واللي محتاج يشوفها مره واثنين وثلاثه كده كده الفيديو هينزل على اليوتيوب، يقدر يعيد المقطع ده او الحته دي براحته بقى زي ما هو عايز، تمام. طيب خلاص. طيب من التول مهمه جدا اوفر سجست زي ما قلنا. خلاص احنا الكلمات دي من الكلمات المهمه اللي احنا هنشتغل عليها. هنبتدي ان ايه نضيف الكلمات دي لينا ونبتدي ايه نشتغل عليها، ونبتدي نقول والله الكلمات دي احنا محتاجين نشتغلها. طبعا من الحاجات المهمه جدا ان انا اشوف الدوله اللي انا فيها، يعني انا في دوله ايه عشان اشوف انا اقدر انا شغال صح ولا لا، تمام. فلازم نضيف ايه الدوله اللي انت شغال عليها، ادي مصر عربي، تمام، عشان يجيب لي الريزلت بشكل صحيح، عشان ما تنساش وتبقى انت شغال وجايب ريزلت بتاع دوله ثانيه او في حته ثانيه. طيب احنا قلنا خلاص احنا قلنا ان احنا دي الكلمات اللي احنا المفروض شغالين عليها، والكلمات اللي احنا قلنا مهمه بالنسبه لنا ولازما لما نشتغل عليها، تمام. بعد كده خلاص انت احنا دلوقتي في مرحله تجميع الكيوردز، دي افضل الكلمات الناس بتسيرش عليها. هنيجي ندوس اكسبورت اول، خلاص نزل لنا الشيت اكسل في ايه كل الكلمات، في كل ايه الكلمات بتاعتنا او الكلمات اللي احنا
المفروض ايه شغالين عليها. خلاص جمع، احنا كده بنحاول نجمع الكلمات اللي المفروض ان احنا هنشتغل عليها جوه الويب سايت بتاعنا. تمام. طيب تعالى بقى من التولز الثانيه اللي المفروض بنكون ضايفينها وبنشتغل عليها برضو، بتاع كده فين كيورد ايفريوير. تمام. من الكلمات من التولز المهمه جدا جدا واللي المفروض ان احنا برضو ما نسقطهاش، نشتغل عليها بشكل كبير وانت شغال. ده كله بنجمع عشان نكون فاهمين، احنا بنجمع الكلمات المفروض هنشتغل عليها في النيتش ده والكلمات اللي احنا بنشتغل عليها في الويب سايت، فماشيين ببروسيس ثابته. احنا بنجمع دلوقتي الكلمات، خلاص عايزين نعرف زي ما احنا ماشيين مع التشيك ليست، احنا دلوقتي بنكرييت كيوردز ليست، بنكرييت الكيوردز ليست بتاعتنا. تمام. من الحاجات بقى المهمه برضو واحنا شغالين ويب سايت زي مثلا ويكيبيديا، ويكيبيديا من النتائج الاوليه اللي بتظهر في نتائج البحث. تمام. هتلاقوا بيتكلم في المواضيع في المواضيع بتاعته بشكل عام في حاجات كتير، ضمن كلمات كتير يقدر ان هو يفتح معاك مفاتيح كلمات كتير وموضوعات مختلفه واقسام مختلفه وما الى ذلك. تمام. فده من الويب سايتس اللي احنا بنعتمد عليها في جزء الكلمات، ونشوف في الكلمات والاقسام بتاعته بتتكلم ازاي والتفاصيل بتاعت الكلمات، فاحنا ممكن نشتغل برضو عليه، بيكون عامل مهم جدا. تمام. دلوقتي احنا خلاص احنا جمعنا الجزء بتاع الجزء بتاع الكيوردز، خلاص احنا اشتغلنا على جزء الكيوردز وقلنا ان جزء الكيوردز ده احنا مهم جدا في الاول خالص وانت بتجمع الكلمات بتاعتك، ان انت تشتغل على الجزء بتاع الكيوردز وتجمع الكلمات بتاعت الويب سايت بتاعك او الكلمات اللي انت المفروض تشتغل عليها على حسب النيتش اللي انت شغال عليه. تمام. وتجمع الريزلت دي من الاكستنشنز بتاعتك ومن التفاصيل بتاعت التولز اللي بتديها لك وتقول لك المفروض تشتغل على ايه بالظبط، او اكتر الكلمات اللي عليها نسبه بحث. تمام. طب هل بقى خلاص انا جمعت الكلمات، المفروض المرحله اللي بعد كده اشتغل على ايه او هجمع ايه؟ تمام. بشوف الكيوردز برضو في كيورد بلانر علشان اشوف الكومبيتيشن عامله ازاي. تمام. الكومبيتيشن بتاعت الكلمات دي، الكلمات دي عليها سيرش ولا لا، الكلمات دي اصلا في ناس بتدور عليها وفي منافسه عليها اصلا ولا لا، وهل الكلمات دي عليها ناس بتدور وفي ناس تانية بتشتغل في النيتش ده ومتصدراه او بتدفع فيه فلوس كتير وشغال عليه بشكل كويس ولا لا. تمام. فهي بس اتاكد معاكم ان الصوت تمام وان انتوا سامعيني والدنيا تمام، مفيش اي مشكله. اتاكدوا معايا في الشات او في من خلال المايك اي حاجه يعني. ناخد الجزء بتاع تمام، في تقطيع شوية بس تمام. اوكي تمام. طيب عموما اللي طبعا حاجة يعني يكتبها وكده كده هنتناقش في الكلام ده في الآخر يعني، بس يعني بحاول والله أظبط الجزء بتاع الصوت ده بشكل كبير. طيب الجزء اللي بعد كده، احنا دلوقتي قلنا إن أعلى الحاجات سيرش جزء او الكلمه بتاعت مثلا ملابس اطفال بنات، نبتدي نطلع التفاصيل بتاعت الكلمات دي. طيب تمام كده نشوف ان الكلمه اللي احنا دخلناها بتاعت مثلا ملابس اطفال بنات هي عليها كومبيتيشن متوسطه، عليها كومبيتيشن ايه متوسطه، يعني في ناس بتدور عليها. تمام. وفي ناس بتشتغل عليها، لكن
المنافسه عليها متوسطه يعني مش كبيره. طيب مين الناس اللي بتشتغل على الكلمه دي وبتحطها عندها في الكيوردز في الويب سايت بتاعها في شغلها على الاي سي او؟ عندنا المواقع دي، عندنا لون، جوميا، بربري، هاندي، امازون، سوق دوت كوم. دي البراندات او الويب سايت اللي شغاله على نفس الكلمات دي، اللي شغاله على نفس الكلمات دي، واللي هم بينافسوني في نفس الكلمات دي، اللي هم بينافسوني في نفس الكلمات دي، تمام؟ فلازم طبعا اكون عارف ان دي الكلمات ودي المنافسه عليها، وحجم البحث عليها بيكون من 1000 ل من 1K ل 10K مونثلي، تمام، في الشهر، تمام. فلازم اكون فاهم، وبعد كده ببتدي اشوف بقى ايه الكلمات اللي عليها سيرش بنفس الشكل او اكتر. يعني مثلا لو انا شغال في جزء ملابس اطفال البنات، فلازم انا هضم معايا فساتين اطفال لانها فيها منافسه متوسطه وعليها سيرش عالي جدا، تمام. فببتدي اجمع الكلمات دي واضيفها في البلان بتاعتي، وابتدي ان انا اشتغل عليها بشكل مهم جدا. وبالنسبه لي الكلمات دي مهمه جدا ان انا اشتغل عليها وخلي بالي منها، ان انا دي اضيفها معايا في جزء الاون بيج، اضيفها معايا في جزء المنافسه بتاعتي وجوه الويب سايت بتاعي وانا شغال عليها. حاجه مهمه جدا لازم انا اخلي بالي منها وانا شغال، تمام. جزء الكيوردز بيبني عليه كم كبير جدا جدا من نجاح او فشل الويب سايت نفسه، تمام. طيب بعد كده المفروض ان انا بشوف المنافسين بيشتغلوا على ايه. لازم انا اشوف برضو الكلمات على حسب الاريا اللي انا شغال عليه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ببيع ملابس اطفال لكن في القاهره، او انا ريستورانت مثلا، انا مطعم، فانا لا انا بشتغل في اريا معينه. طب الاريا بتاعتي دي المنافسه فيها قد ايه؟ تمام؟ المنافسه فيها عامله ازاي على نفس الاريا؟ انا ممكن اكون ببيع ملابس بس انا ببيع في القاهره بس، حد تاني بيبيع في مثلا في الصعيد مثلا، او حد مثلا بيبيع في محافظه وحد في محافظه تاني، وحد في دوله وحد في تاني في دوله تاني. فالصح هنا ان انت تشوف معدل البحث على حسب كل منطقه، على حسب كل منطقه وعلى حسب كل مكان المفروض هو شغال ازاي، وابتدي اقارن ما بين الكلمات، انهي كلمه افضل من انهي كلمه، انهي كلمه احسن من الكلمه دي. طيب ده بنشتغل عليه في جوجل ترند، بنشتغل عليه في جزء الجوجل في جوجل ترند. يعني باجي في جوجل ترند وابتدي اشوف اقارن ما بين الكلمات وبعضها، اقارن ما بين التوبكس وبعضها، كل جمله بشتغل عليها. على كده ناخد ملابس اطفال بنات اللي احنا شغالين عليها دي، وابتدي اعمل سيرش واشوف الكلمه دي عامله ايه، تمام. طيب الكلمه دي شغاله بشكل كبير جدا، شغاله في غرب، وشغاله في البحيره، شغاله في المنيا، شغاله في الايوبيه، في الجيزه. التوبيك ده عليه معدل سيرش كبير جدا. طيب تعالوا بقى نحط مثلا ده الكلام ده طبعا في مصر في اخر 12 شهر، سايبين الكاتيجوري والويب سايت مفتوحه. تعالوا كده ناخد كلمه تانية قصادها، ان هنا ملابس اطفال، ونشوف فساتين بنات، تمام، اللي احنا المفروض كنا لقيناها، ونشوف الفرق ما بينهم عامل ازاي، تمام. شوف الفرق عامل ازاي، ادي الفرق ما بينهم، تمام. الفرق ما بينهم ان في عندي برضو الكلمه المهمه جدا ملابس اطفال بنات، كلمه مهمه جدا وعامله فرق كبير، وعندي فيها معدل سيرش عالي جدا. وانما مثلا عندنا في مثلا فساتين بنات، ده سيرش عنه في كايرو بس، السيرش بتاعه في كايرو بس، السيرش بتاعه في كايرو. انما الجزء بتاع ملابس اطفال بشكل عام فهي كلمه مهمه جدا وشغاله في مناطق كبيره جدا، وعامله معايا شغل كبير جدا، معدل السيرش عنها عالي جدا جدا. طبعا بشوف معدل السيرش بيعلى فين وبينزل فين. تعالوا مثلا نشوف في اخر شهر
لا لو احنا مثلا عايزين نعمل مثلا مقارنه ما بين مثلا شهر وشهر، يعني مثلا كده نشوف مثلا في الايه 2020 تمام، ونشوف كده الفرق عامل ازاي، هل اصلا دايما عليها معدل سيرش عالي ولا بتطلع وتنزل؟ لا معدل سيرش عليها دايما عالي، وكلمه مهمه جدا من الكلمات اللي انا ممكن اشتغل عليها. كذلك بقى كل كيورد اشتغل عليها لازم اكون عارف مسارها ماشي ازاي وبتشتغل معايا ازاي والتفاصيل بتاعتها ايه بالظبط، علشان لما اجي اشتغل على الويب سايت اكون عارف انا شغال ازاي، اكون عارف انا المفروض شغال ازاي. طيب تعالوا بقى كده نخش على جزء بقى تكنيكال مهم شويه وجزء مهم جدا. انا دلوقتي عايز اعرف الـ 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 الكلمات اللي واخده ريت كويس من مواقع البيج بتاعتها كويسه والدومين بتاعها كويس. في حاجه كده في الابلكيشن او الاكستنشن بتاعت موز بورد، يعني تعال كده او الموز تمام، ابلكيشن موز هنا اللي احنا شايفينه ده تمام، بيقول لي والله انت معدل البحث بتاعك عامل ازاي او السيرش في الاندستري دي عامل ازاي، السيرش في الاندستري دي عامل ازاي، انت في الاندستري دي لما بتيجي تدور انهي مواقع واخده منك ريت كويس في السيرش وواخده منك كويب سايت او كدومين محترم، كويب سايت او كدومين محترم. تعالوا كده مثلا بيتقسم لحاجتين، حاجه اسمها ال دي وحاجه اسمها البي، البيج اثوريتي والدومين اثوريتي، حاجه اسمها البيج اثوريتي والدومين اثوريتي. طيب تعالوا كده خير ما نخش في تفاصيل ممكن تكونوا انتم مش محتاجينها دلوقتي. عندنا دلوقتي حاجتين مهمين جدا، حاجتين مهمين جدا. عندك هنا في مثلا ملابس اطفال، تعالوا كده نرجع بعيدا عن ويكيبيديا شويه تمام، نشوف انا دلوقتي بعمل سيرش عن كلمه ملابس اطفال، كلمه ملابس اطفال دلوقتي ال دي اي لكل موقع ايه والبي اي عامله ازاي، يعني البيج كواليتي عامله ازاي والدومين كواليتي عامله ازاي تمام. تعالى هنا كده مثلا نشوف نون، حلو البيج كواليتي بتاعتها 27 والدومين اثوريتي بتاعتها او الكواليتي بتاعتها 51. طب 51 من كام و27 من كام؟ الريت هنا من 100، الريت هنا من 100، يعني هنا الدومين بتاع نون كويس جدا جدا بس الكواليتي بتاعت البيج مش كويس. طب الحكم هنا من كام؟ معاك من 40 ل 60، لازم تعدي 60 تمام، لازم تعدي ال 60. هنا الدومين كويس جدا تمام، لكنه محتاج يكون في تطور شويه او يتعدل اللينكس بتاعته شويه وجزء التكنيكال شويه. طيب معلش ممكن اسال سؤال؟ اوكي. يعني هي نون ما عندهاش حد يشتغل سيو كويس مثلا؟ لا عندها بس الكواليتي بتاعتها مقارنة بالشغل او البحث لا في 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 احسن منها، يعني مثلا لو طلعنا مثلا هنشوف في بيج اثوريتي احسن، يعني مثلا صفحات الفيسبوك هي واخده ريت اعلى، يعني مثلا كده هي الفكره مش في فكره نون واخده كواليتي عاليه ولا لا، يعني مثلا سو واخده 83 واخده 37 في الكواليتي بتاعت البيج بتاعتها تمام. فهم محتاجين فعلا يعلوا شويه في الكواليتي بتاعت البيجز بتاعتهم والكواليتي بتاعت الدومين اثوريتي بتاعتهم، وده بيبقى بيز يعني الاناليسيس دي هتلاقيها. تعالوا كده مثلا لو احنا دخلنا على الاناليسيس بتاعتهم بشكل دقيق شويه وبشكل افضل شويه، ده مثلا سو تمام، هو عنده اللينكس الانباوت كويسه، عنده اللينكس دومين كويس، عنده الدومين بتاعه واخد كويس، البيج كواليتي فيها مش كويس. طيب هنا تعالي كده مثلا نفكر البيج كواليتي مش احسن حاجه ليه؟ نون وسو والويب سايت دي بتعتمد على ان الكلمات بتاعه الاون بيج وبتاعه المنتجات مش هم اللي بيكونوا مسؤولين عن تدخلها 100%. انت جربت قبل كده تحطي منتجات على نون او سو او جوميا؟ لكن
ناس بتشتغل افليت يعني. اه بالظبط، يعني مثلا في ناس اه جوميا احنا محتاجين ان احنا نحط منتجاتنا عندك، خلاص اوكي ابعتوا لنا التوبيك نفسه او الديسكريبشن بتاع الويب سايت بتاع سوري البرودكت والصور بتاعت البرودكت تمام، وبيز اون على الديسكريبشن بيبتدي يشتغل الويب سايت. فهنا ممكن تلاقي البيجز دي الاثوريتي بتاعها بيقل، ممكن ناس في ناس بتشتغل على انها تحط الكيوردز دي بشكل عشوائي مجرد ديسكريبشن مش بيشتغلوها اس اي او. في حاجه كمان ساعات كمان في ناس براندز شفتها قبل كده ممكن تتعامل معاها بيحطوا الديسكريبشن انجلش بس، في حين ان 83% او اكتر من معدل السيرش اصلا على جوميا وسوق والمواقع دي السيرش عليها بيكون بالعربي، فانت حاطط اصلا الديسكريبشن بتاعتك انجلش، فمش طبيعي ان انت هتظهر لهم بشكل احسن او في الاول او بشكل كويس. من المواقع برضو اللي بتعاني من الموضوع ده بس بشكل اكبر كتير جدا جدا اوليكس مثلا. الناس كان مثلا بتحط الحاجه في نيتش غير النيتش اصلا، ممكن يكون هو بيبيع مثلا جيمز سوفت وير او مثلا بيبيع العاب اطفال او اي حاجه ويختار الكاتيجوري ريال استيت مثلا او ميديكال او حاجه. فدي بيحصل عندها ايرور شويه او ده اللي بيقلل في الاثوريتي شويه، لكن دلوقتي بنشتغل على جزء الكيوردز وناخد كيوردز افضل من الويب سايت الكويسه او الويب سايت اللي واخده ريت كويس واللي شغاله على ريت اعلى. لكن من المعايير المهمه برضو اللي لازم نخليها بينها البي اي والدي اي اللي هو البيج اثوريتي والدومين اثوريتي، لازم نخلي بالنا منهم، ولو علينا الكواليتي بتاعتهم احنا في السيرش هيكون افضل او بالنسبه لنا هتكون من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نشتغل عليها. تمام، وصلت الفكره؟ مش عارف مين سال بس تمام تمام. طيب طبعا انا لازم اشتغل على الايه الجزء ده وخلي بالي منه كويس جدا جدا وانا شغال، علشان لما اجي اشتغل اكون شغال بشكل مظبوط، شغال بشكل كويس. طيب ده بقى بنطبقه ازاي اصلا في الابلكيشن او بنشتغل عليه ازاي في الابلكيشن نفسه؟ باجي اشوف هنا على موز، بدخل على الكيورد اوفر فيو وابتدي اكتب النيتش اللي انا شغال عليه. والله انا شغال على ملابس الاطفال في مصر والسيرش بالعربي. حلو، طيب هنا بيجي يجيب لي التفاصيل بتاعه البيجز الافضل وبيجيب لي التفاصيل بتاعه الموقع الافضل في الترتيب، وفي نفس الوقت شغال على بي اي كويسه ومعاها دي اي افضل حاجه. تمام، لو لاحظتوا هنا جاب لنا ملابس اطفال بنات برضو. تمام، فدي من افضل كيوردز، ملابس اطفال 21، ملابس اطفال صيفي، ملابس اطفال للعيد، ملابس اطفال محلات ملابس اطفال. تمام، دي الكيوردز اللي بيعمل لها سجست بالنسبه للويب سايت بتاع موز. تمام، هنا بقى عايزين نشوف انهي الويب سايت الكويسه جدا او البيج الكويسه جدا ونشوف الكيوردز اللي حاطينها ايه. يعني دلوقتي في ويب سايت البيج بتاعتها واخده ريت عالي جدا، طب الكيوردز اللي هي حطها ايه؟ تمام، تعالوا كده نشوف. هنا طبعا التفاصيل دي بيجيب لي الديفيكولتي بتاعه الويب سايت، التاثير بتاعه والاورجانيك ريت بتاعه واجمالي الويب سايت او البيج دي كويسه بنسبه قد ايه. طيب تعالوا كده نشوف الجزء بقى اللي احنا داخلين اصلا عليه هنا عشان نشتغل عليه. انا دلوقتي علشان اشوف هنا طبعا دي الصفحه جوميا اللي واخده الرينك رقم واحد، طب هي جوميا بقى حاطه كيوردز ايه؟ تمام، بما انها بقى بيج يعني واخده اعلى بيج اثوريتي واعلى دومين اثوريتي، تعالى كده نشوف واخدين كلمات ايه. دلوقتي انا عشان اشوف هم واخدين كلمات ايه بعمل ايه؟ حاجه لطيفه جدا وبسيطه، باخد اللينك بتاع البيج دي كده كوبي واروح على جوجل ادورد وابتدي اشوف كيورد بلانر واجي اقول له انا محتاج الويب سايت ده. تمام، البيج دي بالذات اللي انا مدخلها دي او البيج دي تحديدا
تمام only this page تمام الكيوردز اللي موجوده فيها ايه الكيوردز اللي شغالين عليها ايه بالظبط والسعر بتاعها كام للبيج عشان تبقى توب اوف بيج بيج تمام طيب بس احنا دلوقتي بنتكلم في الكيورد يبقى دي كده الكيوردز اللي شغال عليها موقع جوميا من الكيوردز اللي انا المفروض اشتغل عليها وتبقى في الحسبان معايا واضيفها كمان للبلان بتاعتي اللي انا هشتغل في نفس النيتش ده يبقى من افضل البيج اللي موجوده اللي احنا شفناها شفنا ايه الكيوردز اللي شغاله عليها وشفنا طبعا هناخد كوبي ونروح نضيف في الكيوردز بتاعتنا ونشوف كده اي حاجه تبع ملابس الاطفال اي حاجه تبع ملابس الاطفال دي الكيوردز اللي شغالين بيها مش هيخرجوا بره الكيوردز دي مش هيخرجوا بره ايه الكيوردز دي تمام فدي كل الكيوردز اللي لازم اشتغل عليها في شغلي في الاس اي او سواء انا شغال ككيوردز للشغل بتاعي كاس اي او كيوردز منفرده او انا شغال في اون بيج وشغالها جوه مقالات او شغالها جوه الويب سايت بتاعي فانا خلاص اديته ملابس اطفال وعملت عليها سيرش اناليسيس تمام وفي الاناليز المفروض ان هو ايه اشتغل عليها تمام طيب ده جزء جزء مهم جدا في الشغل بتاعك ك SEO وافضل الحاجات بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها ك SEO تمام بنبتدي بقى بعد التجميعه دي الخطوه اللي بعد كده تبتدي تصفي الكلمات دي على افضل الكلمات اللي انت تبتدي تشتغل عليها على الكلمات اللي انت هتشتغل عليها طبعا احنا فساتين اطفال وملابس اطفال وفساتين بنات وملابس بنات والحاجات دي كلها اساسي بالنسبه لنا هنشتغل عليها فساتين اطفال من افضل الكيوردز اللي احنا حاطينها هنا برده موجوده تمام ملابس اطفال 21 سواء 20 او 21 من افضل الكلمات اللي هنبتدي نشتغل عليها دي كلها كلمات لازم انا اخلي بالي منها واشتغل عليها بشكل مهم جدا وابتدي اصنف الكلمات اللي انا اشتغل عليها طبعا الكلمه لو مكتوبه حتى غلط تمام حتى لو الكلمه ملابس اللام لازقه في به مثلا اطفال لازقه في بنات ايا كان نخلي الكلمات زي ما هي عادي جدا زي ما احنا خدناها من التول حتى لو انت شايف ان الكلمه دي مش بالنسبه لك احسن حاجه او مش دي الصح او مش بتتكتب كده ما عملناش دعوه احنا دلوقتي بنركز مع الكيوردز نفسها طبعا وانت شغال تمام بتشوف الحاجات اللي انت اشتغلتها وبتمورك عليها وتشوف انت اشتغلت على ايه بالظبط والتفاصيل بتاعه كل حاجه انت اشتغلت عليها مظبوطه ولا لا تمام خلاص جمعنا الكيوردز واشتغلنا على جزء الكيوردز لازما بعد كده تمام خلينا بس نكلوز الحاجات دي كده لازم بقى تشتغل على الهيدلاين اللي انت هتتكلم عليه او اللي انت هتشتغل عليه على البيج بتاعك او على قبل ما نروح للهيدنج هو احنا مش المفروض واحنا بنعمل اناليسز للكيوردز بعد ما جمعناها نبعد خالص عن الشورت تيل والهاي كومبيتيشن كيوردز يعني اصلا كل الكورسز اللي بمراجع اجنبي اللي اخذتها كانت بتقول كده ان احنا بنرانك او بنحاول ان احنا نرانك على اللونج تيل كيوردز ان احنا ما ندخلش نفسنا في كومبيتيشن احنا مش قدها واحنا في الاول يعني عشان كده عشان كده لما جينا خدنا الميديم لو لاحظتي انا بس قفلت لما جينا اخدنا تعالي كده مثلا نرجع تاني ثواني كده لما جينا اخدنا الميديم ما خدناش الهاي خالص تمام ثاني فين من الحاجات اللي احنا خدناها والحاجات اللي احنا صفناها كانت كلها ميديم ما فيهاش حاجه هاي خالص تمام فين تعالي كده بصي ميديم ف
فدي معلومه صح مش غلط، وفي نفس الوقت ايوه احنا بنعمل كده، لازم تكون حاجه ميديم، بس ميديم تمام كده. تمام. لو في عندك حاجه برضو قوليها عادي، مفيش اي مشكله. تمام. طيب في على فكره في بعض الاندستري برضو بنشتغل في الحاجات الهاي، على حسب لو انت البادجت بتاعتك كويسه جدا والويب سايت اوفر كواليتي وانت نازل السوق اصلا معروف. تمام. فهي مش ستاندر، هو بيكون كيس باي كيس، لكن في النورمال في الطبيعي وبالذات كمان في مصر، لا احنا بنشتغل ميديا عادي جدا. تمام. ما بنوصلش الليفل الهاي دي، والهاي كومبيتيشن بنشتغلها اكتر برضو في جزء البيد. لو انا معايا بيج، لو انا شغال مثلا سيرش ومعايا معايا بيج كويسه ك بيج فورم او لاندنج بيج وشغالها، فلا بشتغلها بشكل كويس واللاندنج بيج كويسه وكل حاجه فيها كويسه، فممكن بشتغل هاي عادي جدا. حتى بنشتغل ساعات 30% من الكيوردز نفسهم، يعني انا لو حطيت 10 كلمات بشتغل 3 كلمات منهم هاي لحد ما اشوف مرانك، وبعد ما رانك ابتدي اظبط بقى على حسب التارجت بتاعي. تمام. يعني عادي لو انا ضفت جوا الموقع كوني لسه مبتدئ برضه كلمات هاي نوعها منافسه شديده والبحث عالي. بضيفها عادي بس بنسبه 30%. تمام. وعلى حسب انا الكيس بتاعتي بس إيه؟ الكيس برنك بتاعت عامل حساب اكون عامل اني ما رنكش فيها. لان انا عشان كده ما بضيفش اكتر من 30%، لان بكون معتمد ان انا ارنك من ال 70%. تمام. رنكت في طبعا لو انا الدنيا معايا كواليتي ومنتج مطلوب وانا عارف ان انا بشغل عليها كويس واللاندنج بيج بتاعتي كويسه او البيج بتاعتي كويسه وكل حاجه مظبطه 100% اخش بيها بنسبه 30%. لقيتها عملت رانك معايا وطلعت ريزلت اول، فعادي بكمل بقى وابتدي اطلع واحده واحده. تمام. لقيتها بدات تخبط معايا ببتدي ارجع تاني. تمام. فهي عمليه بتبقى محتاجه بالانس شويه. تمام. معايا ولا الصوت قطع؟ مش عارف. اتمنى الصوت ما يكونش قطع. ماشي. طيب لو حد سمعني يبعت بس في الشات ان الدنيا مظبوطه يعني. لا تمام الدنيا شغاله سمعينا. طيب الحمد لله. طيب بعد كده المفروض بشتغل على ايه بقى؟ ببتدي اشتغل بقى على الجزء بتاع البيج نفسها كتايتل. تمام. تايتل البيج نفسها والهيدلاين بتاع البيج نفسه. تمام. الهيدلاين بتاع البيج نفسه طبعا ده ليه كذا تولز، ليه كذا حاجه مختلفه، بس احسنهم هيدلاين انالايزر. تمام. ببتدي اشوف ايه الحاجات اللي انا المفروض ان انا مثلا هشتغل على افضل مثلا ملابس اطفال في 2021. طبعا دي من الكلمات، ملابس اطفال 21 من الكلمات اللي اشتغلنا عليها بشكل كويس. هبتدي بقى يا رب ثواني كده. طبعا الويب سايت بيلود عادي عبال ما يلود دخل. اوكي
كده الـ هنا بيبين لي بيبين لي الـ SEO score بتاعي بتاع الكلمة أو الـ headline اللي أنا دخلته والـ headline score نفسه كـ keywords وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت بيعمل بقى إيه؟ بيقول لي include keywords تانية، تمام؟ common مثلا power words وما إلى ذلك، وبيقول لي suggest لي الكلمات وإيه الكلمات اللي جايبها لي ريت عالي والكلمات اللي جايبها لي، ويبتدي يقسمها لي، تمام؟ ويبتدي يديني سكور والحاجات اللي أنا محتاج أضيفها، تمام؟ على الويب سايت، على قصدي الهيدلاين بتاعي، ويبتدي يديني التوب كيوردز في الحاجات اللي أنا كاتبها في الهيدلاين نفسه. وهنا في السكور بيبتدي يقول لي والله أنت السكور بتاعك تعبان، محتاج تضيف سكور أفضل، تمام؟ فممكن مثلا نعمل حاجة أفضل، مثلا 10 ملابس أطفال في 2021. هشوف هنا المفروض هيديني علاني شوية من 47 ل 50، تمام؟ وابتدي أشتغل على إيه الكلمات لحد ما أنا أوصل لأفضل هيدلاين، أفضل ملابس أطفال بنات رجعني تاني 45، ارجع الخطوة اللي انا عملتها. المهم ان انا افضل اشتغل على ايه افضل بتاعتي. طبعا ممكن بقى نرجع اصلا، المفروض نرجع مثلا فازتين اطفال، تمام؟ اشتغل على الكلمات دي مثلا افضل فازتين اطفال للعيد مثلا، تمام؟ وابتدي انالايز الكلمات بتاعتي واشوف السكور بتاعي واخد كام، واشوف طبعا 37. المفروض ان انا ابتدي العب على الكلمات افضل ملابس اطفال اللي جايت معايا 50 تاني لابس محلات لابس أطفال على مسؤول كده تعرض شوف السكور هنا ومسكتي. لو حد فكر في هيدلاين تعالوا طيب نشوف اول، تعالوا برضو نشوف الناس بتسيرش في هيدلاينز. لابس اطفال بنات اجمل لابس البنات صغار. المهم ان انا ابتدي افضل العب على الكلمات والعب على الاجزاء بتاعه الشغل بتاعتي على الهيدلاين لحد ما اوصل لافضل حاجه ممكنه في الاناليسز بتاعتي او في الهيدلاين بتاعي، عشان لما اجي اشتغل على الهيدلاين بتاع الويب سايت او الهيدلاين بتاع البيج بتاعتي او ابتدي اوصل لافضل حاجه انا ممكن اوصل لافضل حاجه ممكن اوصل لها في الشغل بتاعي، تمام؟ افضل حاجه
ممكن اشتغل ماشي هنا انت تفضل يعني هنا مثلا طلعنا من 47 ل 50 58 61 المهم انت هتفضل تلعب على الكلمات وتلعب على الجمل لحد ما توصل لافضل هيدلاين انت تقدر تحطه عشان تظهر فيه بشكل كويس تمام افضل هيدلاين تقدر تحطه عشان تشتغل عليه بشكل كويس بعد كده طبعا وانت شغال هتركز على ال H1 وال H2 وال H3 والسور يو ار ال بتاع السور ما ينفعش ان انت ترفع سور على الويب سايت وتكون السور دي ملهاش اسم السور دي ما تكونش ليها اسم يعني تلاقي الصوره محطوطه بارقام كتير كده جدا مثلا تمام ده اسم الصوره مثلا هيدر ايمج كيدز بس فانت محتاج ان انت تظبط الجزء بتاعك محتاج تظبط الجزء بتاع كلمات الاطفال كلمات سوري الصور يعني لما تيجي تنزل صوره لما تيجي تشتغل على صوره لازم الصوره تكون انت مسميها عشان اليو ار ال بتاعها يكون مظبوط علشان ان انت تظهر في سيرش حتى الصور لما تيجي تشتغل على سيرش صور تلاقي نفسك انت ظاهر بشكل كويس تلاقي نفسك ظاهر والصور بتاعه الويب سايت بتاعك تظهر حتى في محرك البحث بتاع الصور تمام ده كده بعد كده المفروض بقى ده كده الجزء بتاع النهارده المره الجايه ناخد الجزء بتاع الاسبوع الجاي لو استقريت ان احنا نكمل اي سي او عادي جوجل سيرش كونسول والبيج سبيد نظبطها ازاي والاجزاء الباقيه مع بقيه الكلمات او مع بقيه الشغل بتاعنا من هنا لحد يوم الجمعه حاولوا تظبطوا البروسيس او اللي انا قلت عليها دي التفاصيل بتاعه جزء الكيوردز والسيرش والاكستنشن والويب سايت والكلام ده كله وتعتمدوا على الويب سايتس دي تمام مهمه جدا سواء اللي انا قلتها او الحاجات المضافه سواء لو انا ما قلتهاش او ما استخدمتهاش موضوع التولز والاستراتيجي والكلام ده موضوع انتوا مش عارف في تقريبا مشكله في الصوت طب موضوع التولز والاستراتيجي والحاجات دي تغيرها يعني مش لازم تشتغل على نفس التولز او تشتغل بنفس الطريقه ممكن تشتغل بطريقه ثانيه بس المهم تطلع نتائج بشكل محترم دلوقتي تقريبا في ناس بتقول في مشكله في الصوت فهنتفادى ده النهارده ان شاء الله المره الجايه يعني نرجع لتوعيتنا يبقى فيه صوت دايما احسن وتبقى افضل عايزين بس نسمع بقى الاسئله اللي عنده سؤال او اللي عنده اي حاجه ممكن يكتبها في الشات او يبعتها لي كده نشوف تمام طب اكدوا معايا كده انتوا سامعيني احنا سامعين حضرتك على فكره بس الصوت بيقطع شويه وفي صوت هوا كده تمام طب كده الصوت مظبوط كده احسن بكتير تمام طيب كنت عايز بقى نقول في حد عنده سؤال بالمره بيقطع استاذ محمود طيب ثانيه كده الصوت كده طب اوضح اكدوا معايا كده بس الصوت معلش يا جماعه في موضوع الصوت ده النهارده مش عارف ايه الصوت كده تمام تقريبا كده الصوت ضاع خلينا نغير
سامعيني كده الصوت تمام؟ لو حد سامعني كده كده معايا. انا سامعك. طيب ممكن اسالك انا بقى اول سؤال، بما ان انا سامعاك وانت سامعني، هو احنا امتى ممكن يعني نجو ديبر شويه بقى مور ادفانسد في حوار السيو ده؟ لان طبعا حضرتك اللي بتقدمه فاليبل جدا، بس هو موجود في اكتر من كورس. لو حد مثلا اخذ كورس قبل كده عن السيو فيبقى عارف يعني معظم الحاجات. فهل حضرتك مثلا هيبقى الموضوع مور ادفانسد ولا لا؟ هيكون مور ادفانسد لو كملنا، يعني لو الناس طلبت ان احنا نكمل فاكيد هنخش في الاكتر ادفانسد او في الحاجات الاكبر الاكتر في ادفانسد اكتر. هو بس الفكره ان احنا مش بنعتمد على انه يكون كورس كامل قد ما هو كل مثلا يوم جمعه بيكون الناس محتاجه تاخد بريف او تاخد نوليدج او تاخد معلومات عن موضوع معين فيبتدي يشتغل عليه، عشان كده مش بيكون الموضوع ادفانسد جدا. ادفانسد دي بقى لو احنا مثلا محتاجين نتكلم عن جزء كذا في الاس اي او، يعني مثلا انت مثلا محتاجك ادفانس نتكلم عن ايه اكتر في الاس اي او، فاهمه؟ لو ما مثلا هتكلم عن الاوف بيج الباك لينكس تمام، ده مثلا بيكون توبيك لوحده لان ده هيحتاج وقت اكتر من انه يكون مثلا في يوم يبقى احنا مجهزين دي ده قبل كده، يبقى احنا عارفين ان احنا داخلين نتكلم عن جزء الاوف بيج وجزء الباك لينكس تمام. فبيكون سبيسيفيك، انما الناس بتتكلم على اس اي او وفي معانا ناس بيجنر فاهم، فبيكونوا محتاجين البيسكس دي تمام. بس ممكن المره الجايه لما نتكلم عن جزء الباك لينكس عادي جدا تمام. في السجست اللي بينزل يقولوا ان انتم مثلا محتاجين الجزء ده، وبناء عليها نتهندل ونتكلم على الجزء بتاع الباك لينكس بقى والاجزاء دي. يعني دي بسيطه ممكن نتكلم عليها ما فيش اي مشكله، بس الموضوع كله بيتوقف على اختياراتكم تمام. يعني انا مش بحدد التوبيك، انتوا بتحددوا التوبيك وبيزد على ده بنبتدي نشتغل، فاهم قصدي؟ طبعا تمام. تمام. في ايه عندك سؤال تاني او حاجه تانية؟ لا انا تمام. طيب المره الجايه نزل لنا موضوع انه ناخد السيو ادفانس اكتر من هيك شويه. تمام مفيش مشكله، من ضمن الخيارات. ماشي اوكي. طيب انتوا محتاجين ادفانس حاجه معينه ولا نخش في جزء التكنيكال؟ يعني احنا لو مشيت معنا محاضرتين لقاءين او ثلاثه في الادفانس يعني بنكون ممنونين لك. يعني احنا هذا كل الشغلات دي بيزك بالنسبه لنا، احنا عارفينها وصلنا مرحله الانترميديات. اوكي يعني محتاجين ان احنا نفوت نطور حالنا اكثر. يعني بعد الانترميديات ايش بده يكون مطلوب منا، ايش علينا، ايش وين بدنا هذه الامور احنا بصراحه الواحد شويه غشيم فيها. اوكي تمام. يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا عن جزء زي ما كانت مثلا هبه بتقول نتكلم عن جزء الباك لينكس تمام. ايه تاني محتاجينه كاجزاء ادفانسد نقدر نشتغل عليها؟ انا بسمع في التكنيكال سيو بس انا ما بعرفش اطبقه بصراحه، غير التكنيكال تاع الاون بيج والاوف بيج هذا ماشي، بس في حاجه بيقولوا عليها تكنيكال سيو انا ما بعرفهاش بصراحه، اذا برضه ممكن نركز عليها. تمام اوكي ما في اي مشكله. تمام. طب لو مثلا برضه تشرح لنا مثلا يعني ايه الستبس المفروض نعملها من اول ما ناخد الويب سايت مثلا من ده؟ ما هو ده اللي احنا شغالين عليه من الجمعه اللي فاتت. يعني الجمعه اللي فاتت خدنا البيزكس، وبعد ما بناخد الويب سايت وشفنا الاناليسز مثلا بتاعته النهارده نبتدي نشتغل على الجزء التحليل بتاع النيتش على حسب الويب سايت نفسه. الويب سايت ده بتاع ايه؟ بتاع ملابس اطفال، بتاع قطع غيار سيارات، بتاع ايه بالظبط؟ نبتدي نحدد الكلام الاجزاء دي وبنمشي على التشيك ليست دي. شوف يعني بص للتشيك ليست اللي احنا حددنا دي نبتدي نمشي عليها. او عشان كده احنا ماشيين من الاول. انا خدت خلاص، حتى لو لاحظتي من اول الويب سايت لما قلت انت خلاص خدت الويب سايت اول حاجه لازم تشغلها اناليسز تمام. ابتدي اناليسز الويب سايت، شوف الويب سايت وضعه ايه قبل ما تبتدي تشتغل عليه، بدل ما تشتغل وتلاقي نفسك شغال في حاجات معموله او شغال في حاجات انت المفروض تظبط قبلها حاجات. يعني مثلا انت محتاج تظبط الجزء بتاع الاندكس مثلا، بس الويب سايت محتاج يتعمل له اصلا سايت ماب من الاول فاهم. وفي ناس ثانيه بتقول ان احنا لا نمشي بالتشيك ليست بتاعتنا عادي. مثلا يعني عمرو بيقول احنا نمشي زي ما احنا ماشيين كده فاهم. عشان كده دايما بحب ان لا انتوا اختاروا التوبيك على حسب الفوت اللي يحصل تمام، وبناء بيزد على الفوت اللي بيسعى على الجروب بيجي نشتغل.
فلو كده الجمعه الجايه الناس بتوع الادفانسد قولوا يا جماعه احنا محتاجين نشتغل ادفانسد اس او، واحنا نتشوز بقى هل احنا نكمل بتشيك ليست زي ما احنا ولا ناخد تشوز، يعني لان هو في الاول وفي الاخر مش ماشيين بنظام كورس، فاهمين قصدي؟ طب معلش انا عندي سؤال بس هو مش في الاس اي او قوي، انا كنت حابه اسال ازاي ممكن استفيد من الاس اي او في السوشيال ميديا مثلا او في كتابه المحتوى. تمام، بص جزء الخوارزميات بيعتمد على ان هو بيصنف كل بلاتفورم هي بتعتمد على ايه، تمام، على حسب كل بلاتفورم بتعتمد على ايه. يعني لو جينا مثلا قلنا جزء الاي سي او فهو هيعتمد على تشانل وتشانل لا، يعني مثلا لو انا هشتغل ريلز مثلا على انستجرام فهي من المرجح او بتشتغل ببقى بعض الشيء من التطور او لسه ما بقتش حاجه 100% واضحه ان هي بتظهر في محركات البحث تمام بتاعت جوجل، ده شغل اي سي او مثلا. طيب لو انا مثلا في كفيسبوك، كفيسبوك انا محتاج احط الكلمات الدارجه علشان فيسبوك بيعتمد على الالجوريزم مختلف، بيعتمد على الكواليتي اوف كونتنت، بيعتمد على التايم بتاع البوست اللي نازل والكلام ده كله. فتصنيف او تشغيل الاي سي او لحساب السوشيال ميديا مش بيبقى ده الحاجه ال 100% اللي احنا ممكن نشتغل عليها او الحاجه المور نيد لشغل السوشيال ميديا، لا احنا محتاجين كسوشيال ميديا نشوف الالجوريزم على حسب كل بلاتفورم ونشتغل. طب لو انا عايز اوظف فعليا الاي سي او للسوشيال ميديا ابتدي اكتب كونتنت متوافق مع محركات البحث وبناء عليه اظهر او مش هظهر، تمام، لكن خليني مراعي البيزكس بتاعه البلاتفورم نفسها. يعني انا مثلا يعني لو انا مثلا اخذت الكي وورد اللي هي طلعت في جوجل او كده وبدات ان انا اعمل عليها المحتوى، هل ده هيساعد اكتر في الريتش او ان هو يوصل لناس اكتر ولا مش اكيد؟ هو مش هل لما اجي وحاجه ثانيه معلش، لما اجي اكتب مثلا هل لازم اعمل الهاشتاج عشان ده يوصله اكتر، ولا يعني وانس ان انا خلاص كتبت الكيورد في المحتوى بتاعي ده هيساعد ان هو يعني يوصل او ممكن يدي بوش اكتر للكونتنت اللي انا منزلاه؟ خلينا نقول على حاجه، اول حاجه بالنسبه للسؤال الاول، لما انا هكتب الكيوردز دي في الكونتنت بتاعي مش بالضروري ان انا اوصل للناس جوه فيسبوك، انا يعني هنا في الحياه دي بعتمد على ان انا اوصل كنتائج بحث بره فيسبوك نفسه. يعني مثلا لو جينا مثلا هنا مثلا في ملابس الاطفال زي ما قلنا كان ظاهر لنا نتيجه بحث من فيسبوك، تمام، ده بيزد على ان الكلام اللي جوه الكونتنت او البوست نفسه كان اصلا من موجود جوه الفيسبوك نفسه، تمام، بس مش شرط ان انا كتبت كونتنت متوافق لمحركات البحث ان انا جوه فيسبوك هظهر بشكل كبير، لا هو فيسبوك اصلا مش بيعتمد على الاي سي او، هو بيعتمد على الالجوريزم بتاعته اللي هو كونتنت اوريجينال ينزل في التايم بتاع الناس ما هي موجوده او الاودينس بتاع فاتحين الكونتنت يكون بيشد الناس ويجذبهم، يكون التفاصيل بتاعته البوست بتماتش الناس فعلا. لو انستجرام فانا لا انا هعتمد على الالجوريزم بتاعته، هو بيفضل الريلز حاليا اكتر، الصور تكون كواليتي عاليه جدا، يعني على حسب كل الالجوريزم بتاعت كل بلاتفورم ببتدي اشتغل، تمام. لكن ده ما يمنعش ان انا اشتغل شغل اس اي او على كونتنت نازل على فيسبوك او انستجرام او اي بلاتفورم، لا ليه ما اشتغل ده عادي ما فيهوش اي مشكله، لكن مش هيديني الكواليفايد العاليه جدا الا لما اراعي المعايير بتاعت الالجوريزم بتاعت البلاتفورم نفسها. يعني شخصيا انا بتعامل مع كل بلاتفورم على حسب الالجوريزم بتاعتها بغض النظر عن اي بلاتفورم تاني، تمام، فيسبوك خلاص يبقى نشوف الالجوريزم بتقول ايه ونمشي وراها، انستجرام نشوف الالجوريزم ايه ونمشي وراها، ما ينفعش اشتغل على انستجرام بعقليه فيسبوك ولا فيسبوك بعقليه جوجل، تمام. السؤال الثاني كان ايه يا هبه تقريبا؟ لا ساره، كان لما اجي اكتب المحتوى مثلا وانا عايزاه يظهر او الكيورد، هل يفضل ان انا اكتبها بهاشتاج ولا وانس ان انا كتبتها كده؟ لا إيه طبعا الهاشتاجات، يعني كتبت الكلمات بس لازم الهاشتاجات، الهاشتاجات المفروض فيها ثلاث تايبس اوف هاشتاج مهمين جدا. اول حاجه لازم يكون في هاشتاج تابع للاندستري نفسها، انا شغال ملابس اطفال فلازم يكون معايا هاشتاج التوب هاشتاج بتاع التوب هاشتاج بتاع الاندستري نفسها، افضل هاشتاج في الاندستري نفسها،
بعد كده الهاشتاج الثابت بتاع الشركة اللي أنا شغال عليها، يعني مثلا شركة مثلا جوميا مثلا، أنا شركة جوميا مثلا لملابس الأطفال فور إكزامبل يعني، أو شركة إكس لملابس الأطفال، فلازم يكون معايا هاشتاج ثابت في كشركة إكس لملابس الأطفال معايا في كل حاجة، تمام؟ لو أنا مثلا شغال على ده الجزء الثاني، الجزء الثالث لازم يكون معايا هاشتاج متغير على حسب الحاجة اللي أنا منزلها. يعني مثلا النوع الثالث اللي هو أنا شغال حاليا بنزل بوست تابع للفساتين، فخلاص يبقى انا لازما الهاشتاج يكون تابع للفساتين. تاني بوست تابع مثلا للجينز، فخلاص يبقى تاني بوست ده شغال جينز، الهاشتاج بتاعه جينز، او على حسب الهاشتاج هيتكتب ايه. بس في هاشتاجين، واحد اندستري وواحد على حسب الكومباني اللي انا شغال عليها، والتالت اللي هو على حسب المتغير على حسب البرودكت اللي انا نزله او نوعية الكونتنت او محتوى الكونتنت اللي انا هنزله. في حاجة كويسة جدا في موضوع الهاشتاجات اسمها هاش تاج اكس بيرت، تمام؟ ده ابلكيشن موجود على اصلا الموبايل، هيفيدله جدا بقى في موضوع الهاشتاجات على حسب السوشيال ميديا نفسها، تمام؟ وعلى حسب شغل الهاشتاجات والترند وي وي وبلا بلا بلا والكلام ده كله، تمام؟ اسمه هاشتاج اكسبرت، ده من افضل ال 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 من افضل ال الابلكيشنز اللي بتشتغل على موضوع الهاشتاجات ده، تمام؟ يعني لو اشتغلت عليه هيفرق معاك جدا في موضوع الهاشتاج. وفي حاجة كمان اسمها اول هاشتاج، تمام؟ والهاشتاج ده برضو من الويب سايتس المهمة جدا في موضوع الهاشتاج، بيقول لك التوب والراندوم واللايف والتفاصيل دي كلها، تمام؟ ده بالنسبة لموضوع الهاشتاج يعني، تمام؟ طب محمود بقى، أنا عندي كمية أسئلة. تمام. أوكي. أول حاجة ثانية بقى، في بس سؤال في الشات بقاله شوية، ازاي اعرف قوه الهاشتاج؟ قوه الهاشتاج على حسب عدد السيرش اللي عليه، يعني لو دخلت على انستجرام وعملت مثلا قلت هاشتاج مثلا مثلا ايه ريال مثلا، فاهم؟ لو انت دخلت على انستجرام اصلا هتشوف عدد الناس اللي كاتبه الهاشتاج وعدد الناس اللي بتسيرش عليه قد ايه، وهنا هيجيب لك عدد السيرش بتاع الهاشتاج والتوب هاشتاج والريليتد هاشتاج التابعة ليه، تمام؟ فهتفرق معاك. وفي الابلكيشن اللي انا قلت لك عليه من شويه اللي هو هاشتاج اكسبرت، هتلاقي بيبين لك الهاشتاج الافضل انهي على حسب كل، طبعا هاشتاج انت بتختاره على حسب كل اندستري، هيجيب لك التوب هاشتاج وهيجيب لك كل حاجه، تمام؟ ده بالنسبه لموضوع الهاشتاج يعني، تمام؟ معلش حاجة أخيرة برضو في الهاشتاج، هل فعلا إن أنا لما بختار الهاشتاج اللي الناس بتعمل عليه سيرش عالي ده بيخلي الكونتنت بتاعي يتوه وسط كل يعني كل الـ الصفحات اللي مستخدمة نفس الهاشتاج، ولا برضو هيساعد في الظهور؟ ده بيعتمد على الاستراتيجيه اللي انا بعتمد عليها، يعني انا بحط مع اي هاشتاج وخلاص، ولا بحطه مع الهاشتاج على حسب الاندستري. يعني لو انا مثلا عامل هاشتاج مثلا ماركتنج كوميونيتي، حلو، مش هيضرني في حاجه لو تاه في وسط البوستس بتاعت الماركتنج، مش هيضرني. طب لو انا عامل مثلا هاشتاج مثلا حادث عربيه مثلا، طب انا بتاع ماركتنج مثلا، انا ايه علاقتي بحادث عربيه؟ هظهر في هتوه اكيد، تمام؟ لان اللي داخل بيدور مثلا على لا حادث انا مش عربيه. قصدي كده، هو انا ما كانش قصدي كده في السؤال، انا كان قصدي مثلا يعني سي انا مثلا بس بشتغل في الاندستري بتاعت الانتيريور ديزاين، فانا لما باجي اختار الهاشتاج بتاع الانتيريور ديزاين في مثلا بيظهر لي 2 مليون 3 مليون 500 4000، فانا يعني هل انا لو انا مثلا اخترت الناس اللي بتستخدم الهاشتاج اللي هو 2 مليون ده هيخلي البوست لا لا بتاعي لا لا، مش هيتوه، لان في تحديث دايما لموضوع الهاشتاج. يعني انا مثلا عامل هاشتاج من 3 سنين، اكيد انا مش هظهر وانت هتظهري يعني، اكيد، تمام؟ الا بقى لو في اصلا ابديت للهاشتاج والناس بدات تستخدمه بشكل اعلى، فاهمه؟ دي حاجه تانيه، بيظهر على حسب الناس الانترستد في نفس الوقت بالموضوع ده. يعني مثلا جيت عملت سيرش مثلا على موضوع الماركتنج وانت نزلتي هاشتاج بالماركتنج، فهتظهري لي، فاهمه؟ في نفس الوقت بيبقى على حسب طبيعه الهاشتاج والناس،
الهاشتاج المحدث يعني كل شويه وبي فلتر الفلتريشن، هل الهاشتاج ده التوب هاشتاجز ولا السيرش هاشتاج الافضل، ولا بيبقى ليها تفضيله مش بتوعي. وكمان يا مستر محمود على حسب اللوكيشن، ما هو مش طبيعي لو حد سيرش بنفس الهاشتاج في امريكا يطلع نفس النتائج اللي هتطلعيه وانت في مصر، فاهم؟ فالموضوع على حسب برضو الالجوريزم، على حسب انت برضو بتسيرش منين. عشان كده دايما بقول احنا لازم نرجع للالجوريزم، يعني الالجوريزم. بعدين برضو الهاشتاج بتاع الفريندز بيظهر اكتر من الهاشتاجات او اقرب من الهاشتاجات بتاعت البيجز اللي هي الماركات او البراندز، تمام؟ فدي بتظهر اكتر، فالالجوريزم بتحكم في المواضيع دي، لكن انا مش هتوه. لا تمام، شكرا. تمام. ايه تاني؟ حد تاني عنده اسئله؟ انا عندي. كان في حد بيقول عندي اسئله كتير. انا محمود ابو محمد، انت سامعني صح؟ طيب بس اول حاجه بس عايز اسال على حاجه دلوقتي. انا دلوقتي لو عندي مثلا، هي الاسئله شويه تبقى ممكن ناس تحس ان هي يعني، او انت تحس ان هي ادفانسد، بس انا فعلا محتاجه افهمها. يعني لو عملت ريدايركت 301، ايه هي بقى فكره ان انا لازم بعدها اعمل الكانونيكال؟ What the meaning of the canonical؟ ده اول حاجه. تمام. هو هنا ماشي، خلينا بس ناخد نقطه كده. انا هنا بفهم جوجل ان الويب سايت ده اتنقل من البيج دي للبيج دي، او اتنقل من الحته دي للحته دي بس. تمام. طب والكانونيكال دي ايه يعني؟ هو هي نفس فكره الريدايركت ولا هي اتس انذر مينينج؟ يعني هي حاجه تانية اصلا؟ لا، هي نفس النظريه ونفس كل حاجه. طيب هو احنا اصلا احنا اللي بنعمل الكانونيكال بالتعاون مع، قولي يعني اصلا فكره ان مثلا لما رحت للديفلوبر فهو قال لي خلاص مش انت عملت ريدايركت. عايز افهم what is the next step of canonical، او ازاي ان انا اعملها، لان انا ما عملتهاش مثلا. This is the first time for me مثلا. هل في ويب سايت هو اللي بيعملها بدالي مثلا، زي الحاجات اللي هي بتبقى طالعه جديده دي من جروب باي وكده، ولا انا المفروض بمشي ستابس معينه جوه مثلا جوجل كونسول او واتر او اناليتكس او اي حاجه؟ بس هو المفروض الاول، هو البيج اصلا معموله اندكس وكده ولا ايه ظروفها؟ ما هي بص ما لسه من الاسئله، بس انت قلت سؤال. بص هو الفكره ان انا مثلا لما جيت عملت اناليسيس لقيت ان ما فيش روبوتس، وفي حاجات صفحات مش معمولها اندكس، لكن لسه في الاسئله الجايه والله. بس طب هقول لك على حاجه، الحاجات الادفانسد دي ابعتيها لي ميل يعني، هيبقى افضل يعني خلص. عشان ارد عليك بمصادر ومش عارف ايه، وهتيجي ترد عليا في الموضوع يبقى ماسك في بعضه يعني، فاهمه؟ وفي نفس الوقت عشان الناس اللي هنا هتحس ان في تداخل حاجات بتاخد بعضها. بس عموما هو يعني استخدامها اصلا بيكون اصلا في الاول وفي الاخر كاي بي تيست على اليو ار ال نفسه، تمام؟ يعني انا ممكن بستخدمها كحاجه بديله، تمام، لليو ار ال اصلا الاصلي، تمام؟ وبنستخدمها يعني للبيجز اللي هي اصلا يعني نو اندكس، تمام، لانها اصلا بتبقى يعني افضل بالنسبه ان انا اعملها 301 او انقل من صفحه لصفحه بديله والقصص دي يعني. بس انا بتست بيها، وبعد كده الدنيا خلاص ريكنونيكال ميسج، ببتدي استخدم بقى 302 ان انا احط الصفحه ثانيه بدلها يعني. هبعت لك الديتيلز، انا يعني النهارده ما تشككش الميل، فابعتي لي وانا هتشيك الميل. الاسئله يعني هبعت لك كل الاسئله، لان هي في غير دول برضو من الفيل، وفي حاجات اللي هي هاو تو انسيرت مثلا، لان انا ما عملت سيرش لقيت ان في ناس تعمل باك لينكس. انا عارفه بعمل باك لينكس او اختار ذا ويب سايت يعني كريتيريا، بس هاو تو انسيرت برضو فيها عندي مشكله. احنا شكلنا فعلا المره الجايه نتكلم على الباك لينكس والجزء ده، عشان في ناس بتسال عليه، ف يعني هنشوف. تمام. بس يعني بدناش نتكلم، بس هو بدناش نتكلم، بدنا يعني شرح قدامنا بالتفصيل كيف بنعمل الباك لينك. مش قصدي، قصدي يعني ان احنا هنخش في موضوع الباك لينك دي. انا فاهم. بس الكانونيكال بنستخدمه تقريبا في لما يكون عندنا دوبليكيت للكونتنت او حاجه زي كده. بس احنا مش دوبليكيت بالظبط قد ما هو دوبليكيت للكونتنت. يعني مثلا انا دلوقتي عندي مثلا ملابس مثلا اطفال، لو احنا بنتكلم عن موضوع ملابس الاطفال، عايز اضيف في كاتيجوري ملابس الاطفال فساتين،
مثلا طفل واللي يخش على صفحه فساتين مثلا البنات يلاقي المنتج، ولو دخل على مثلا صفحه تانية اللي هو ملابس مثلا بنات في سن معين يلاقيها. فانا بضطر انزل المنتج مرتين لو انا عندي الموضوع متقسم على بيتزين، لو انا ما عنديش مثلا سبقه تجري جوه الويب سايت بضطر ان انا انزله مرتين، انزل المحتوى ده نفسه مرتين، مره في الكاتيجوري دي ومره في الكاتيجوري دي، تمام. فانا ممكن الديفلوبر يريح نفسه ويريح دماغه ويعمل لي سب كاتيجوري، والمفروض ان انا اوزعها يبقى الكونتنت ده لو دخل هنا يلاقيه، لو دخل هنا يلاقيه. بس ساعات الويب ديفلوبر يريح دماغه ويقول لا مش هينفع، تكنيكال مش هتنفع، تمام. بس هي بتبقى نافعه يعني، محتاج بس حد يكون فاهم يقول له لا نافعه واعملها كده. تمام. بص انا هبعت لك ايميل بقى بصراحه، عشان انا حاسه ان بقيه الاسئله يعني، لان انا برضو كنت عايزه فكره ان انا اعمل اليو اي او اليو اكس اناليسيس، يعني فكره باي مثلا سايد دي يعني ماشي اوكي، هبقى عارفه فكره الكالر والحاجات الباقيه وطبعا البالانس وكده، بس هل في تول فعلا ممكن تقيس بي يعني هل الويب سايت مش فريندلي؟ انا بتكلم بالذات على اليو اي واليو اكس، هل فكره في تول معينه تقدر تقيس لي ده ولا لا؟ وفكرة ال H1 إذا if it duplicated فدي ممكن إن هي تتحل إزاي؟ لا ما ينفعش H1 يكون duplicated أصلا، يعني حاجة مش لطيفة. ما هي دي الفكرة. بعد كده أنا اللي أنا فاهماه إن يعني فكرة ال SEO غير ال analytics، وإن إحنا زي بنجيب من جوجل كونسول كل الحاجات دي، المفروض إن هي ليها purpose. يعني the website مثلا the interface بتاع the first أو ال main website بيبقى له purpose معينة، ال purpose دي لازم المفروض تكون أصلا، متحققة، المفروض صح؟ اصلا الويب سايت بيكون معمل له سايت ماب على الورق الاول كده، المفروض منين هيودي على فين، تمام. والمفروض ان انا هقسم كاتيجوري ازاي والسب كاتيجوري ازاي، وكل كاتيجوري رايح على برودكتس ايه، والتفاصيل دي كلها، وبعد كده ابتدي انفذ عشان ما يحصلش معايا المشاكل دي. مش يلا انا هوب ويب سايت وفي الاخر اكتشف بقى ان انا بتخبط كله ببعض. ايوه ما هي دي المشكله والفكره. بس اللي انا بقى بسال عليها يعني مثلا زي مثلا واوي، لو احنا مثلا واوي لما بيجي بيعمل لانشنج لموبايل معين بفيتشرز معينه، دايما بيكون بلاحظ ان المين ويب سايت بتاعه اللي هو اول ما تفتح واوي هما بيركزوا على البرودكت ده، فبيبقى الهدف منه تقريبا الانونسمنت او الاويرنس للموبايل وفي نفس الوقت سيلز. فهل فعلا الويب سايت وبالذات لما يكون اي كوميرس needed to know يعني the purpose أو الobjective علشان هو لازم يحققها من خلال الصفحات بتاعته من خلال بص، هو الانترفيس مبدئيا أو بيبقى اصلا سب دومين، وبيوزع على ويب سايتس كتير جدا جدا، وبيظهرلك على حسب المكان اللي انت فيه، تمام. وعلشان كده بيوزع المحتوى بتاعه بشكل مظبوط، يعني شغالين من الاول بطريقه صح، مش بيعمل ويب طيب. سايت بعد كده يخش جوه الصفحات يلاقي نفسه تايه ما بين الصفحات. طب لو انا عايزه بقى اظبط فكره السايت ماب او الفكره اللي هي بقى يعني ايه، خلينا نرجع بقى لورا 20 خطوه لورا، يعني نقول ان احنا يعني خلاص هو الويب سايت في واضح المرحله ان دي الويب سايت خربان خالص مش فاهم. بالظبط. لا بص هقول لك بقى يعني على حاجه، انت تجمعي الصفحات، تخش على السايت ماب وتجمعي الصفحات نفسها، وتجيب الصفحات دي تقعدي مع المسؤول عن البرودكت او البرودكشن في الفتره اللي جايه، وتشوفي المنتجات اللي هتنزلوها ايه او السيرفيس او ايا كان، وتشوفي هتوزعيها ازاي. بعد كده تقعدي مع بتوع السيرفيس تشوف اللي هو الكاستمر سيرفيس والقصص دي، بعد كده تقعدي مع بتوع الماركتنج لحد ما تبني ويب سايت يخدم على الشركه كلها، وبعد كده تبتدي بقى تجيبي قطعه البازل دي تقسميها بقى بشكل مظبوط كده، مين هيبقى مع مين، في منين هيودي على فين، وبعد كده انت بتروحي للويب سايت بقى تشوفها هتعمل ازاي. بالظبط صح. انا حاسه انا روت يعني انا دايما بدخل لك مشاكل. طب بص انا ممكن ابعت لك ايميل بقى متفصل فيه كل بروبلم على معايا احسن، ماشي كده. لان انا الايميل يعني البيجز والاكونت بقى ليها مودريشن، فانا يعني بالميل بالنسبه لي بيبقى افضل واسرع، ودوكيومنت المواضيع بتبقى ماسكه بعضها بدل ما الناس بتبعت لي وارجع اقعد افتكر الناس كانت بتسال على ايه اصلا. ماشي. لا هبعت لك النهارده يعني. ثانك يو بجد يا محمود قوي، ميرسي. هلقيت الكلينيكال والسكيما، هدول يعتبروا هم من التكنيكال سيو صح؟ هم وفي شيء ثاني غيرهم؟ في بقى جزء السايت ماب والجوجل كونسلو وجزء الاناليتكس وربط البيكسل والحاجات دي كلها.
لا رابط البكسل برضو محتاجينه، يبقى الكلونيكال والسكيما والبكسل هذول اذا ممكن توضح لنا اياهم تبقى ماشي، ابعتهم لي برضو علشان اسكادول ليهم على حسب في الفوت، وانا بنزل الفوت بتاعكم اكون انا عارف اضيف لكم الحاجات دي عشان نشوف مين الدنيا هتمشي ازاي. تمام. بالاخص كمان التكنيكال البيج سبيد والموبايل فريندلي تيست برضو من ضمن التكنيكال. تمام. يعني بص هقول لك على حاجه، المفروض في بوست هينزل باليوم النهارده، فلو كده يعني ابعتوا لي او على الكومنتس او يعني ابعتوا لي الحاجات دي. عمرو يعني معاك اتكلم لو انت عايز تقول حاجه. شايف عمرو عمل رفع ايده بس انا مش عارف تقريبا مش عارف في حاجه. طيب انا عايز اقول حاجه. ايه؟ انا ياسمين، هو انا اول مره اسمعكم وانا مبتدئه، انا مجالي اصلا اقتصاد وعلوم سياسيه بس انا حابه ابدا ومش عارفه ابدا ازاي بصراحه. سمعت المحاضره كلها وممتعه جدا المحاضره لدرجه ان انا لسه مش عارفه حاجه قوي في المجال بس عارفه اسمع وعارفه استوعب وحابه الموضوع جدا. اوكي عايش جدا والله يا ياسمين. طيب ابعتي لي ميل يا ياسمين، انت عارفه الميل؟ لا للاسف مش عارفه. طب انت اصلا وصلتي للسيشن منين؟ من خلال لينكد ان، انا عند حضرتك في الفريندز من يومين مثلا او يوم. طيب ابعتي على لينكد ان وهم هيبعتوا لي، يعني قولي لهم على الميل وهم هيبعتوا لك، وابعتي لي ميل وانا هفتكر او انا هرد عليكي وهقول لك يعني الدنيا في حاجات يعني هينفع اجاوب هنا، في حاجات بقى على الميل عشان الموضوع هيدخل في تفاصيل يعني. اوكي يعني ابعت لحضرتك على لينكد ان؟ ابعتي على الميل المدرسه هيرد عليكي، يبعتوا لك الميل يقولوا بس انا محتاجه الميل، او اساليهم هم هيبعتوا لك الميل كده جاي دايركت. الصفحه بتاعت حضرتك بنفس الاسم هي بتاعت حضرتك اللي هترد عليا ولا حد تاني؟ هي واكتبي نفس الاسم في اي بلاتفورم هتلاقيه، وبعتي على اي حاجه بعتي عليها هتلاقي الناس هتبعت لك، يعني اقرب حاجه ليكي بعتيها. اوكي تمام ميرسي جدا. عفوا. تمام. عمرو بيقول مع الدوبلكيت كونتنت للهيدنجز سمعت انه بيحصل لما بنحط اسم البراند بعد العنوان. مش شرط نفس الاسم البراند بعد العنوان، بس انا مش عارف انت قصدك العنوان ايه اللي هيطلع فوق ولا ايه بالظبط، لكن بشكل عام هو انت حاول وانت بتكتب ال H1 وانت بتكتب ال H1 ما تحطش اصلا اسم البراند، يعني انت حاول تحط اسم الحاجه اللي انت شغال عليها جوه الويب سايت نفسه، علشان انت كده هتخلي دوبليكيت كتير جدا جوه الويب سايت، يعني هتخلي الويب سايت فيه دوبليكيت كتير. فلا انت ما تحطش اسم البراند، انت حاول تشتغل على الحاجه اللي انت بتتكلم عليها. يعني مثلا انت بتبيع ملابس اطفال، ما ينفعش تقول ملابس اطفال مثلا من جميع ملابس اطفال من سوق لا انت ملابس اطفال على حسب بقى الكيوردز ما هتوديك او على حسب الهيدلاين نفسه. تمام. تمام. مين تاني عنده سؤال او محتاج يسأل على اي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ شوف كده مين حد تاني عنده سؤال ولا خلاص كده؟ هو انا عندي بس اذا في حد تاني قبلي مش مشكله. طيب قولي يا ما. طيب هل انت الكلمات المفتاحيه لما ابدا ادخلها في المنتجات بينفع مثلا الكلمه مثلا اكررها مثلا في منتجين؟ تاني كده معلش. الان عندي مثلا انا عندي 100 منتج طلع معايا فقط كلمات 80 كلمه، بينفع مثلا ال 20 كلمه البقيات هذول اكرر الكلمات انه في كل منتج احط كلمه لكل الكلمه احط لمنتجين؟ شغل الاي سي او ممكن عادي بس ككي ووردز مش جوه نفس التوبيك او مش جوه نفس الكونتنت. تمام. تكرريها كتير بشكل اوفر. لا هو الفكره لو جوه الكي ووردز نفسها بتاعه ال في الداشبورد بتاعه الارتكل اللي انت كاتباه ممكن تكرريها عادي ما فيش اي مشكله. لا منتج بحكي الكلمه مثلا احطها في منتج الكلمه احطها في منتجين كلمة تحطها يعني احطها في وصف منتج واحطها عادي وصف منتج كمان وصف منتج عادي عادي
طيب السؤال الثاني، ليش مرات احنا لما نيجي نبحث على المنافسين، على لما بدنا نطلع المنافسين تاعون لعنا تاعون الموقع او المتجر، بنيجي بنلاقي مثلا فيسبوك طالع، انستغرام بنلاقي اللي هي مواقع بتطلع، ليش هذول بيطلعوا بنحسبه او كيف بيطلعوا هذول؟ يعني بدار ليش بيطلعوا، وهل بيعدوا منافسين من يعني ممكن ان انا اطلع فيهم يكونوا احد المنافسين الموجودين عندي على للموقع ولا لا؟ هم بيطلعوا لان هم الارتكل بتاعهم او الكونتنت بتاعهم متوافق مع محرك البحث، وفي نفس الوقت ما فيش ويب سايت تغطي عليهم از ادز او كاي سي او. يعني مثلا في ملابس الاطفال اللي مسيطر عليها مثلا هنا زي ما احنا كنا بنشوف في مصر مواقع الاي كوميرس الكبيره جوميا وسوق وامازون، تمام، سوري جوميا وسوق ونون، تمام، ما فيش حد شغال بشكل كبير تاني كاي سي او، فبيطلع نتائج مختلفه بيزد على عدد الكونفرجن اللي بيحصل او السيرش على حسب السيرش نفسه او على حسب طبيعه السيرش نفسه، لكنه بيظهر عادي ومش شرط يظهر بكل السيرش بتاعك، لا عادي ممكن مش شرط ان انا اكتب كونتنت فيظهر، الالجوريزم مش بيتحكم ده يعني. طب يعني هذا اللي افهم لما يطلع يعني من الكلام انه الصفحه هذه او الانستغرام هذا متوافق يعني التوب شغله يعني ماخذ الخوارزميه بتاعت الفيسبوك او الانستغرام كامله عشان يطلع في البحث في بحث جوجل كالجوريزم مش شكل كامل، او كجوجل كانت نزلت وقالت ان هي هتظهر ده، بس لحد دلوقتي مش انا بالنسبه لي على حد علمي ما فيش اي حاجه دايركت بتقول ان الالجوريزم بتاعت او معايير جوجل بتقول ان هي هتظهر فيسبوك او مواقع البحث بناء على حاجات معينه، لا يعني انا لحد دلوقتي مفيش حاجه قدامي بتوضح ده يعني. طيب واليوتيوب نفس الاشي برضو لما بيظهر؟ اليوتيوب محرك بحث مختلف، يعني اليوتيوب ليه قصص مختلفه او ليه رولز مع محركات البحث مختلفه، وبيعتمد برضو على شغل الكيوردز وبيعتمد على التاجز. لو احنا بنتكلم كسيرش جوجل، تمام، ايوه احنا بنتكلم كسيرش، لو بنتكلم كسيرش جوجل فهو لا مختلف، تمام، انما لو جوه ما يعتبرش ايه؟ قول ايه؟ كمل حضرتك. بص جوه يوتيوب لكن ما يعتبرش منافس ليه؟ يعتبر طبعا يعتبر لان هو ليه نتائج باينه، يعني ليه نتائج بتظهر في محركات البحث. طب يعني هو ليه طلع الكلمات المفتاحيه بتاعته على هيك هذا لما يطلع بص انا وانا شغال كنت بقى يعني او احنا شغالين بنشوف الجزء بتاع السيرب اناليسيس، مش احنا بصي هنا كده لو الشاشه باينه قدامك في حاجه اسمها السيرب اناليسيس، وطلعنا افضل البيجز اللي بتظهر، يعني مثلا هنا في البيج دي في بيج فيسبوك هنا، تمام، اهي ملابس اطفال، تمام، اللي هي بتاعت المسا او مش عارف ايه ده، تمام، تمام، فهنا لا هو طالع في محركات البحث الرانك رقم 3، فلا هو باين عندي بشكل كبير والمنافس ليه. تمام، طيب هل انت بقدر اعتمد على الكيورد بلانر فقط في موضوع ان انا اطلع الكلمات للموقع تبعي؟ لا ما ينفعش كيورد بلانر بس، لازم اشتغل مع حاجات مختلفه، لازم اشتغل مع اوبر سجست، لازم اشتغل مع حاجات مختلفه. طيب ان انا اشتغل طيب اذا لقيت انا عندي اشن لقيت اوبر سجست اعطوني اللي هو الفوليوم واطي منخفض، ورحت لما انا حطيت الكلمه على الكيورد بلانر لقيت انه الكلمه بتديني الفوليوم تبعها عالي، ايش افسر هذا الكلام؟ ببتدي اشوف الكيوردز دي موجوده في اكتر من اندستري في تول ثالثه، وابتدي احكم وبناء على كده بشوف بعدها المعايير وابتدي اصنف على حسب المعايير الثانيه، يعني مثلا في صفحه السيرب هل الكلمه دي موجوده ولا لا؟ هل واخده ريت عالي اصلا ولا لا؟ تمام، في حاجات مختلفه، فعلى حسب انا بيظهر عندي فين او بقيه المعايير ايه، تمام، بقيه المعايير بتاعتي بتقول ايه، هل بقيه المعايير بتقول ان الكلمه دي كويسه ولا مش كويسه وبناء عليها بحدد، تمام، يعني انا بشوف بقيه المعايير عندي بتقول ايه، بقيه المعايير بتقول ان الجمله دي كويسه او الكلمه دي كويسه، زي مثلا السيرب اناليسيس لا بيقول لي ان الجمله دي كويسه خلاص بشتغل عليها.
يعني قصدك الكلمة أخذها أحطها أنا على على تحليل أعلى من التحليل على الكلمات عشان أشوف إذا موجودة في السرب أو لا، وإذا عرفت أنا في السرب كويس أخذها. ببتدي أشوف، فهم في سيرش على السرب بيبان زي مثلا زي السرب تشيكر، تمام، زي هنا كده بتدخلي مثلا الكلمة مثلا، تمام، طبعا على حسب الكلمة والدولة اللي انت بتدخليها مثلا، على حسب الدولة بتاعتك ايه، تمام، ادي مثلا مصر، تمام، والديسكتوب، وابتدي اشوف السيرفر بيقول لي ايه، واشوف الكلمات دي بقى موجودة وضعها ايه في السيرفر بالظبط، وبناء على كده بشتغل. طيب في كمان سؤال، في كمان سؤال عندي، لقيت لما بدي احط مثلا بدي اعمل سيو لخرائط جوجل، هذا سؤال بعيد عن سيو المواقع بس لخرائط جوجل، الان الكلمات ابحث عنها برضه بينفع ابحث عنها كيورد بلانر او على اداه هذا اساس ارقام احطها جوا الخريطه. بالضبط، تمام، انا خلص، انا هيك خلصت اسئلتي، شكرا كثير لك. تمام، اوكي، تمام، تمام، ان شاء الله استنيكم. يعني التشيك ليست الناس بتسال وصلنا فيها ليه، محمد، احنا في التشيك ليست وصلنا لحد الجزء بتاع اليو ار ال، تمام، والجزء بتاع التايتل، بعد كده بقى نخش بقى على اجزاء ثانيه، ولا وصلنا كمان للاتش 1 والايمج، والمفروض بقى نخش المره الجايه على جوجل كونسول، تمام، المره الجايه هنخش على جوجل كونسول على طول، تمام. تمام، الحلقة دي مش النهاردة يعني إن شاء الله متسجلة وهتنزل على اليوتيوب، ومفروض إحنا نتقابل كل يوم اثنين الساعة 9 وكل يوم أربع سوري كل يوم جمعة الساعة 9، بس يوم الاثنين بيكون على كلوب هاوس للناس اللي أول مرة معانا، وإن شاء الله أشوفكم على خير الجمعة الجاية، وشكرا لحضوركم النهاردة وتصبحوا على خير. Thank you, God.